والناس كلمة شكر قليلة في حقهم. الفرقة الوطنية دارت خدمتها، يعني ما خلاتش الحمد لله ما خلاتش ولو شي حاجة بسيطة، شي ديتاي بسيط، شي جزء بسيط، شي جزئية بسيطة ما خلوهاش. يعني ما يمكنش أنا غنسمح لواحد الإنسان اللي هو ما كانش عنده إحساس بالإنسانية من جهتي، وتم خصهم يحسوا بوالديات. انا راه صعيب، انا عشت راه بزاف، انا والديات هما راه عانوا في هذا الموضوع. لقيت مساعده من تقريبا من كاع الاشخاص، لا من الجريده سافي 24، لا من سي عبد الطيف حموشي، لا من الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه. يعني الحمد لله، يعني انا شي حوايج اللي حضرت ليهم اقسم بالله تحضرت ليهم، ان هذوك الناس تيجيبوا لي انا الغداء وهما ما تيتغداو، تيبقاو هما خدامين وانا جالس نستناك. حسيت باسي يعني عندي اهميه، انا يعني حسيت باسي مواطن، حسيت باسي انسان في هذيك اللحظه. والشكر الكبير للمدير ديال الجريده اللي صراحه يعني واحد انسان اللي بين على المصداقيه ديالو، لانه انا نهار جيت نصور الفيديو اول سؤال تطرح عليا هو واش هاد الناس ظالمين. وبغيت نوجه الشكر حتى هو كاع المغاربه داخل وخارج الوطن اللي تفاعلوا معايا وتفاعلوا مع الفيديو اللي نشرته الصحيفه سافي 24، اللي حتى هي تنوجه لها الشكر الكبير. انا مهدي حفيظي 30 سنه، انا هو الشاب اللي كان تعرض لاعتداء من طرف امنيين بدائره الحي الاداري بعين السبع. جوي صافقني قال لي انت فيك العياقه، ما داوني لا سبيطار لا حتى شي حاجه، داوني ديريكت للكوميساريه. الاول انا ما خلاو ليا حتى الوقت فين دافعت على راسي، بقاو تيضرب فيا واحد 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 الوحشيه وواحد الهيماجيه اللي بزاف. اليوم جيت باش نوجه الشكر ديالي للسي عبد الطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني، والشكر للشرطه القضائيه الفرقه الوطنيه اللي حتى هما الحمد لله يعني حاولوا ما امكن انهم يجدوا الحقائق، ويعني داروا كاع اللي في جهدهم، حيث انهم يعني داروا كاع اللي في جهدهم، كانوا تيخدموا بالنهار وبالليل. يعني انا يعني حضرت ليهم، انا يعني كانوا بعض المرات اللي انا تنجي مع 9 الصباح وتنخرج مع 11 الليل وتنعاود نرجع الصباح تلقاهم باقيين خدامين. يعني هاد الناس اللي صراحه اللي السي عبد الطيف حموشي طلب منهم انهم يجيبوا بحث في خصوص هذا الموضوع، يعني الحمد لله استجبوا والحمد لله عاملوني احسن معامله، تعاملوا معايا مزيان، حاولوا ما امكن يجيبوا كاع الدلائل اللي غادي تنصفني. يعني الحمد لله يعني كاع داك يعني ما يعني حسيت براسي رجع لي واحد شويه من الاعتبار، حيت صراحة أنا من وراء الاعتداء اللي كان وقع لي يعني حياتي تبدلت 360 درجة. يعني صعيب أن بنادم يتعرض لاعتداء ومن طرف واحد الناس اللي تثق فيهم، يعني واحد الناس اللي مفروض عليهم أنهم يحميونا. حسيت براسي مواطن، أول حاجة حسيت براسي مواطن، لأن يعني بعد ما تعرضت للاعتداء يعني بحال فقدت المواطنه ديالي. يعني والحمد لله الحمد لله، وبغيت نوجه الشكر حتى هو لكاع المغاربه داخل وخارج الوطن اللي تفاعلوا معايا وتفاعلوا مع الفيديو اللي نشرته الصحيفه سافي 24، اللي حتى هي تنوجه لها الشكر الكبير، اللي بلا بها ما كناش غادي نوصل لهذا الشيء. والشكر الكبير للمدير ديال الجريده اللي صراحه يعني واحد انسان اللي بين على المصداقيه ديالو، لانه انا نهار جيت نصور الفيديو اول سؤال تطرح عليا هو واش هاد الناس ظالمينك، واش هاد الناس بصح تعداو عليك. يعني جاوبت وقلت لي هاد الناس راه تعداو عليا وظلموني، ويعني وما قال لي شوف الا كنتي مظلوم راه غنوقفوا معاه وغنحاولوا نوصلوا الصوت ديالك لاعلى سلطه، كنتي ظالم من الاحسن بلا ما تدخل في هذا الشيء وغتجبد الساعة على راسك. وحنا يعني كجريدة ما نبغيوش حنا ان المصداقية ديالنا تسقط بسبب واحد
تتبلع على واحد الجهاز اللي جهاز يعني ماشي جهاز سهل يعني جهاز امني. والحمد لله يعني يعني تفاعلوا معايا كاملين والحمد لله. لقيت مساعده من تقريبا من كاع الاشخاص، لا من الجريده سافي 24، لا من سعد الطيف حموشي، لا من الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، يعني الحمد لله. ومن الشعب المغربي اللي حتى هو تفاعل مع الفيديو يعني وتفاعلوا بزاف وبقيت فيهم، وكاين اللي اتصلوا بيا يعني جاوني عده اتصالات من مغاربه داخل وخارج ارض الوطن الحمد لله. يعني ماشي التضامن يعني التضامن مادي فهمتي، يعني راه بعض المرات راه التضامن المعنوي راه لي معنى كبير حتى من التضامن المادي فهمتيني. يعني الحمد لله غير هذاك الانسان اللي تيشوف واحد الفيديو وتيهز النمره، يعني تيدي واحد المجهود باش يجبد النمره ديالك من الفيديو وتيعيط لك وتيقول لك خويا انا راه شفت الفيديو وبقيتي فيا وانا راه ثقت بك لانك انت باين تتقول الصراحه. يعني شحال من واحد قالها ليا بحال هكا، قال لي انت باين تتقول الصراحه، يعني حيت الهضره حيت اغلبيه ديال الناس قالوا لي الهضره اللي قلتيها خارجه من الاعماق ديالك، يعني الهضره ديال واحد الانسان اللي تحقر، واحد الانسان اللي حس براسو محقور. والحمد لله يعني ودابا الحمد لله يعني الفرقه الوطنيه الحمد لله يعني سالات التحقيقات ديالها كاملين وبدات كاع الدلائل. المده ديال الشهر والزياده فايت شهر شهر من شهر هما مساكن يعني والله. يعني انا شي حوايج اللي حضرت ليهم اقسم بالله تحضرت ليهم ان دوك الناس تيجيبوا لي انا الغداء وهما ما تيتغداو تيبقاو هما خدامين وانا جالس ناكل. يعني فهمت يعني واحد صراحه حسيت براسي يعني عندي اهميه انا، يعني حسيت براسي مواطن، حسيت براسي انسان في هذيك اللحظه فهمتيني. يعني حيت انا لحظه الاعتداء يعني فقدت المواطنه ديالي، فقدت هذيك يعني تذك باش تحس براسك انسان ما بقيتش نحس بها. يعني راه حياتي تبدلات، يعني باش واحد الانسان اللي جاي من خدمته ويوقع لي هذا المشكل يعني ما صعيب 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 وخلف اضرار نفسيه لا عليا لا على والديا لا على يعني كاع المحيط اللي ضرب بيا كل شيء. يعني فهمت يعني كل شيء يعني ماشي انا اللي ضريت، ضربوا معايا بزاف ديال الناس. المهم صعيب 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 لان ملي يعني شي ولو تنفكر انهم هذوك الناس عندهم ولادهم وعندهم والديهم فعلا وتيبقاو فيا. يعني ماشي احنا انسان، يعني احنا عندنا واحد القلب وحنا عندنا احساس، يعني احنا حسوا بنادم. يعني حتى انا بقاو فيا، يعني كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي مقبل على الزواج، يعني فهمتي كاين اللي تصرف على والديه، يعني فهمتيني. ولكن تنتفكر شي حوايج اللي وقعوا وتنتفكر ان تنقول يعني ما يمكنش انا غنسمح لواحد الانسان اللي هو ما كانش عنده احساس بالانسانيه من جهتي فهمتيني. يعني واحد الانسان اللي ما حس بك صعيب انت تحس به. حيت داكشي اللي وقع لي حيت كيف ما هما عندهم ولادهم حتى انا عندي والديه، وبس انك انت تدخل والديك تيتسناو فيك تدخل من الخدمه تتفاجئ انك ما كاينش يومين ما جيتيش، ونهار تجي تدخل عليهم للدار تدخل عليهم بوجهك كلهم كرفاس كاع من فوق وكاع زراك وهادي وعينك حمامين. يعني مات انا بغي نحس، يعني مات انا خصني انا خاصهم يحسوا بوالديا كيف ما انا بغاوني نحس بوالديهم ونسامح وهادي، مات هما خصهم يحسوا بوالديا. حتى انا صعيب انا عشت راه بزاف انا والديا حتى هما راه عانوا في هذا الموضوع صراحه في منتهى الشفافيه والمصداقيه الحمد لله. يعني ما كانش شي حاجه اللي غادت، يعني الحمد لله كاع يعني حتى الفرقه الوطنيه دارت خدمتها، يعني ما خلاتش ولو شي حاجه بسيطه شي ديتاي بسيط شي جزء بسيط شي جزئيه بسيطه ما خلاوهاش. نقلوا معايا البلاصه اللي تشديت فيها، استدعوا كاع الشهود اللي كانوا، يعني لدرجه انهم مشاو المستشفى محمد الخامس، شافوا الكاميرا وشافوا السجل ديال السبيطار، يعني فهمتي يعني حاولوا ما امكن يجبدوا الحقيقه، حاولوا ما امكن يستخلصوا غير الحقيقه. يعني وجابوا لي الشهود اللي قلت والحمد لله. يعني شوف يعني داموا معايا دوك الناس كلمه شكر قليله في حقهم،
قليله في حقهم. الفرقه الوطنيه والسي الحموشي تا هو يعني تفاعل مع الفيديو لواحد الدرجه باش يعني ما كون ما كانش هو ما كانش غادي يكون هادشي. والحمد لله الحمد لله. وتنعاود نشكر من هذا المنبر عاوتاني السي عبد اللطيف الحموشي، وتنشكر الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، وتنتمنى السيد الوكيل العام انه ياخذ لي حقي، وتنتمنى والشكر الكبير للجريده اللي صورت معايا اللي هي السفير 24 اللي والمدير ديالها اللي صراحه ما يعني ما خلاش من جهده معايا، وقف معايا من النهار الاول ووقف معايا، وكان غادي يعني كاع المستجدات كانت يقولها ليا، وكانت اي حاجه يعني كان على اتصال دائم معايا. وتنشكر عاوتاني الشعب المغربي مره اخرى، والحمد لله والله راه فوق كل شيء، ويعني راه الله راه يعني الله بنادم اللي مظلوم راه غيعاونو الله، فهمتي؟ يعني راه يعني الظلم راه خايب، والله ما تيبغيش الظلم، يعني الله حرم الظلم على نفسه، يعني راه وجعلته محرما بين الناس، يعني راه يعني ماشي غير على نفسه، حرموا على نفسه وحرموا علينا حتى حنا، يعني باش ما نظلموش بعضيات. وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا بزاف، شكرا بزاف، شكرا بزاف صراحة. وحسيت بواحد الاحساس اللي ما صعيب، واخا نبغي نوصفه لكم ما نقدرش نوصفه لكم، يعني حسيت براسي واحد والله واحد الاحساس اللي بزاف، يعني ارتاحيت نفسيا ومعنويا وبزاف، الحمد لله على كل حال. حنا دابا امام محكمه الاستئناف، اليوم كاين التقديم ان شاء الله، وغادي نشوفوا التطورات اللي كاينه في هذه القضيه ان شاء الله، وباش ما كان يعني راه داكشي اللي غادي يقولوا لنا راه غادي ان شاء الله ندليو به، راه غادي نصرح به ان شاء الله.